الحديث على تاريخ الطعام بالمغرب، تاريخ مقود وكحل ومنحوس، عامر بالمشاكل والموت والبكاء والحزن والحباسات والصداع والصحافة والمقابر والتفنن. الإضراب على الطعام جاء بعد كعادة محلية لإحراج الجاني أمام المجتمع بقصد طرد لي شي فلوس ديالو من خلال الإضراب عن الطعام أمام المنزل ديال شي واحد، عطيتي شي بركة ديال الفلوس ولا شي أمانة وغادي يولي عار عليك إلا مات ليك مضرب على الماكلة قدام الباب ديال داركم. فكها انت ولا فك هي من وحلتيها. السجناء المقالعية اللي عندهم حس سياسي كبير في القرن العشرين استثمروا بزاف في هذا الإرث وحولوه لسلاح سياسي فعال وفتاك لإضعاف الأنظمة المستبدة وفضحها أمام الرأي العام العالمي، وأدى هذا إلى تحقيق مكاسب مهمة بالنسبة للجمهوريين الإيرلنديين في مواجهة التاج البريطاني والرضوخ للمطالب ديالهم. هاد الشيء تما كيفاش دخل هذا العجب عندنا البلاد؟ بداية المسلسل. هذا المسلسل خايب حتى في التعويذة، فيه أكثر من خمسة الأجزاء في تاريخ المغرب ما بين 1977 إلى 2021. اللي حطم فيها الرقم القياسي هو شاهد الحجرة الغازي خلادة من نواحي بني ملال بتسعين يوم. تابعوا معنا هذا المسلسل، الله يكون في عوانكم، وترحموا على اللي مات وطلبوا الصبر والسلامة من عند الباري مولانا. أول مجموعة استخدمت فكرة الإضراب على الطعام كسلاح سياسي في المغرب هي مجموعة جبهة رحال اللي تعتقل في نوفمبر 1974 على إثر حملة الاعتقالات الواسعة اللي مست تنظيمات الحركة الماركسية اللينينية، وغادي يتعرض للاختطاف والتعذيب بالمعتقل السري درب مولاي الشريف بالدار البيضاء لمدة سنتين تقريبا. واستمر مسلسل التعذيب والعزلة، وغادي تتم إحالته صحبة مجموعة من الرفاق ورفقات تنظيمات 23 مارس إلى الأمام ونخدم الشعب على محاكمة يناير 1977. كانت الأحكام قاسية بزاف، بلغت في حق مناضلين ومناضلات الحركة الماركسية اللينينية سنوات طويلة، وتحكمت المحكمة على شبيه رحال من القلعة ب 32 عام نافذة. من هنا جاءت فكرة الإضراب على الطعام للدفاع عن هوية المعتقلين السياسيين من أجل تحسين ظروفهم الإنسانية في السجن. استمرت هذه الإضرابات عن الطعام 45 يوم كاملة. أحد الإضرابات على الطعام إما كتكون محدودة أو غير محدودة، كتنتهي انت وزهرك إما بتحقيق المطالب ديالك ولا كتوضع نهاية لحياتك، وكل وزهره حتى في خلط ضربة به نوعت مجارب المضربين على الطعام وهويتهم السياسية. غير أن أشهر تلك الإضرابات كانت في 8 نوفمبر من سنة 1977 اللي عنت فيها مجموعة السجل المركزي بالقنيطرة، وانتهت بوفاة المناضلة اليسارية سعيدة المنبهي بعد 45 يوم من الإضراب على الطعام. القصة ديالها بعد مجموعة من المعارك النضالية خرجت دائما منها سالمة. دخلت سعيدة المنبهي مع الرفاق ديالها في إضراب غير محدود على الطعام في 8 نوفمبر 1977، ما كانتش عندها تجربة فيه. هذا الإضراب العنيف قضى على الجسد الناحي ديال سعيدة المنبهي بعد 34 يوم، ما بقاتش قادرة على التحمل، هزوها المستشفى بن رشد في الدار البيضاء في 11 جوجانبير 1977 وديت متمع عن سن لا يتعدى 25 عام. هذا الموت هو إعلان وتدشين عن أول حالة إضراب عن الطعام في المغرب وفي العالم العربي، ومن هنا غادي يبدأ مسلسل إضراب عن الطعام في المغرب حتى لدابا 2021 وباقيين مستمرين في هذا الحماق. شكون يوقف هذا الفران؟ بالموازاة مع هاد الاعتقالات غادي يوازيها مجموعة من الإضرابات العمالية والطلابية على إضراب على الطعام كسلاح قوي وفعال في أيدي المعتقلين بلا خوف، بشعار 100% واللي ليها ليها. مراكش غادي تكون عندها لائحة طويلة من المضربين على الطعام، من بينهم بوبكر الدريدي اللي تعتقل إبان انتفاضة مارس 1984 وتم نقله إلى المعتقلات السرية بالبيضاء ومراكش، وموسط في حقه 6 أنواع التعذيب والتحكم في 14 مايو 1984 بخمس سنوات سجن نافذة بتهمة الانتماء لمنظمة سرية والمشاركة في مؤامرة قلب النظام. هزوه إلى السجن بولمهارز بمراكش، وغادي يقوم بإضراب على الطعام هو والرفاق ديالو في 4 يوليو 1984. شند معية الرفاق إضراب لا محدود عن الطعام، وبقى 55 يوم حتى مات في 25 غشت 1984، لتودع مدينة مراكش الشهيد الدريدي 29 غشت 1984 بمقبرة باب دكالة. غادي يجي ثاني الدور على مصطفى بالهواري اللي تعتقل في 15 يناير 1984 وتم نقله الى المعتقلات السرية بمراكش كازا،
ومارست في حقه كاع أشكال التعذيب النفسي والجسدي، وقدم بعد ذلك للمحاكمة وتحكم بعشر سنوات سجن النافذة وفي السجن بولمهارز بمراكش. غادي يدير إضرابات على الطعام بمعية الرفاق ديالو وتحصيل الوضعيات ديالو داخل السجن، ودار إضراب لا محدود عن الطعام بقى 56 يوم. في 28 غوش 1984 استشهد مصطفى بالهواري بمستشفى بصويرة، وشيعت جنازته بمقبرة باب دكالة حتى هو. على من الدور؟ جاء الدور على عبد الحق شباطة اللي دخل في إضراب على الطعام يوم 17 يونيو 1989 وتوفي يوم 19 غشت 1989 بعد ما ينهز 65 يوم من الإضراب اللي محدود عن الطعام. كيقول لهم عطيه منجيب إن مدير السجن منع عليه الماء باش يضغط عليه من أجل باش يوقف الإضراب، فساهم بذلك في إضعافه بزاف وصفاها ليه ملمانا دا أمانته. غادي رقم الإضراب على الطعام وكيطلع من 34 يوم 55 56 يوم 65 يوم على من دور مولانا، وشكون اللي غادي يحطم الرقم القياسي. غادي يبدا الجزء الثالث الواعر من مسلسل الإضراب على الطعام، وغادي يجي الدور على المعتقلين ديال السلفية الجهادية والمتورطين في الأحداث الإرهابية ديال سنة 2004 بكازا، حتى هما خاصهم حلقة غير بحدهم. هاد الجزء الثالث واعر بزاف من مسلسل الإضراب على الطعام، فيه تبوطيل وتبوحيط وبكي عليا نبكي عليك وكذب عليا نكذب عليك والبلاغات والبلاغات المضادة والحروب الإعلامية وبرا والداخل والابتزاز وما تعرف شنو واقع، مع تطبيق الآية الكريمة من سورة البقرة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الآية 195. غادي يجي الجزء الرابع من المسلسل، فيه البطولة للصحفيين، وغادي يدخلهم مع معات الإضراب عن الطعام بزز من بين أبرز الصحفيين السجناء وعلى رأسهم على المرابط اللي خاض الإضراب عن الطعام طويل وبزاف، والصحفي مصطفى الحسناوي اللي وقف إضراب على الطعام بعد 20 يوم، وذلك نتيجة تدخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من اللي خرج هاجر وحفظ الله. غير أن أهم إضراب عن الطعام عرفوا المغرب الراهن هو اللي خدوا الطالب مصطفى المزياني، وانتهى بوفاته بعد 72 يوم من الإضراب بفاس سنة 2014. هذا الإضراب على الطعام كغيره من الإضرابات ينتهي بوفاة من يخوضه، وكيكون عنده تداعيات سياسية ومجتمعية كبيرة على صورة المغرب في الصحافة العالمية. ماشي أحسن بلد في العالم كيف ما كيسوقوا ليه سياحيا. حتى لدابا الطالب مصطفى المزياني حطم الرقم القياسي ب 72 يوم كاملة ومكمولة. كيف داير الجزء الخامس؟ ما كتخرج قبيلة من الإضراب على الطعام حتى كتدخل قبيلة أخرى بمصيبتها. الجزء الخامس غادي يبدأ فيه تشويق من البداية واعر بزاف، سميتو حراك الحسيمة. نبيل أبلق المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء سجن رأي غادي يلجأ للإضراب على الطعام 38 يوم كوسيلة احتجاجية على ظروف الاعتقال المزرية والتهم اللي كان متابع بها حفظ الله من وقوع الكارثة. وغادي يجرب ناصر الزفزافي صاحب وقائد حراك الريف الإضراب مع الطعام معه. المهم كاين تشويق في هذا المسلسل، كل حق كل حلقه فيها عرام ديال الاثاره. الاثاره هنا هي الصحافه العالميه، صحافه ديال البرة وصحافه ديال الداخل، والبلاغات والبلاغات المضاده ونقص الكيلوات من الوزن ونقص نسبه السكري في الدم كتوصل حتى 0.62 من جزات المضرب على الطعام. يا لطيف الطبينه يا لطيف ما جرت بها المقادير. حالة خاصة واستثنائية ما عندها لا علاقة لا بالسياسة لا بتا حاجة، عندها علاقة فقط بالإحساس بالكرامة وبالحجرة. هو الغازي خلادة شهيد الحجرة توفي بالمستشفى الجهوي بني ملال إثر إضراب عن الطعام دام 90 يوم محققا رقم قياسي حسب بيان العائلة. عانى الغازي خلادة من التعذيب النفسي ومن الإهمال ومن قبل جهات المسؤولة من قبل إدارة السجون والنيابة العامة وغيرها وبزاف مخلطة العرارم، علاوة على التعتيم الإعلامي سمي بشهيد الحجرة. الغازي خلادة هو اللي حطم الرقم القياسي ب90 يوم.
المؤرخين عندهم الدور هنا في الإضراب عن الطعام المعطي. منجيب خذ إضراب عن الطعام وجرب المرارة ديالته للاستعانة بالرأي العام، بسبب الظلم والاضطهاد اللي تعرض ليه غادي يدير إضراب عن الطعام، وغادي يحتج على الاعتقال ديالو سنة 2021 على خلفية قضية غسل الأموال، وبالذات خرج من الحبس بعد حرب إعلامية طويلة ديال الداخل والخارج وقصف وقصف مضاد وقفات مع المؤرخ. أجد بنجيو الإحصائيات بلغت حالة الإضراب عن الطعام حسب المندوبية العامة للسجون في المؤسسات السجنية في المغرب 1260 إضراب عن الطعام إلى غاية 30 شتنبر 2018 بعدد 843 منها الأسباب متعلقة بالمتابعة القضائية أو الأحكام، و 349 لأسباب متعلقة بالوضعية داخل السجن. نفس الإحصاء ديال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1011 نزيلا بالمؤسسات السجنية خاضوا إضراب على الطعام خلال سنة 2020 تجاوز بعضها مدة شهر. وكشفت تقرير الأنشطة الخاصة بالمندوبية لإدارة السجون أن 624 سجينا خاضوا إضراب على الطعام لمدة تقل عن أسبوع، فيما خاض 323 إضرابا عن الطعام دام لمدة من أسبوع إلى شهر، في حين تجاوز مدة إضراب 64 يوم سجينا إضراب عن الطعام مدة شهر. وعن الأسباب التي دفعت هؤلاء السجناء لخوض الإضراب عن الطعام أوضح التقرير أن 244 سجين يمثلون 24.10% خاضوا معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على ظروف اعتقالهم، فيما كان إضراب 767 سجينا بنسبة 75.90% بسبب أسباب أخرى لم يذكرها التقرير. الصحفي عمر راضي البالغ من العمر 34 عام علق إضراب ديالو على الطعام بعد 21 يوم لأسباب صحية سنة 2020. وقال والد الصحفي إدريس الراضي في منشور على صفحته بالفيسبوك: راه ولده قرر تعليق إضراب على الطعام، وذلك نظرا للأثار الخطيرة التي ولات على صحته والتدهورات بشكل كبير في الأيام الأخيرة. صحفي آخر موقوف هو سليمان الريسوني من عائلة آل الريسوني والمستمر في إضراب على الطعام، وبلغ 48 يوم حتى 27 ماي 2021، وناشدوه مجموعة من المثقفين والصحفيين وعائلته باش يوقف هذا الإضراب على الطعام نظرا لتدهور الصحة ديالته ولا بحال الكمشة. هذه المعركة المقودة والخايبة ديال الأمعاء الفارغة واخا كتنتهي بموت المضرب عن الطعام كتسبب في حرج كبير للنظام على المستوى ديال احترام حقوق الإنسان ومدى النزاهة ديالته ومقياس المحاكمات العادلة واحترامه للمحاكمات الدولية، أو كتنتهي بوقف المعتقل للإضراب ديالو عن الطعام وكتسبب بعد ذلك في تدهور حالته الصحية بزاف بعد ذلك. لا صحة لا فلوس لا فلوس. الله يخرجنا والله يخرج هذه العقيبة على خير. كان معكم عبد الله الساورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.